أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بما تشهده علاقات التعاون والصداقة التاريخية والمتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من تقدم في العديد من المجالات لا سيما العسكرية والدفاعية. جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر سموه بالرفاع وليام روباك سفير الولايات المتحده الامريكيه لدى المملكه والادميرال كيفن دونجن قائد القوات البحريه الامريكيه في القياده المركزيه قائد للصول الخامس بمناسبه انتهاء فتره عمله والذي قدم لسموه ايضا الادميرال جون أكلان كقائد جديد للقوات البحريه الامريكيه في القياده المركزيه قائدا للصول الخامس وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالاسهامات التي قام بها الادميرال دونغن في تنميه التعاون بين البلدين الصديقين مهنيا سموه الادميرال اكويلان بمناسبه تعيينه معربا سموه عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق في اداء مهامه في اداء مهام عمله الجديد واكد سموه ضروره تعزيز التعاون الدولي في كل ما من شانه تحقيق اكبر قدر من السلام والاستقرار في المنطقه والعالم من اجل عالم تسوده المحبه والطمانينه لتنعم بها كل دول وشعوب العالم. وشدد سموه على ان ما يهمنا هو توفير مستقبل افضل للمنطقه لكي تمضي قدما في مجال التنميه والبناء وتحقيق حياه امنه ومستقره. واكد سموه على الادراك العميق لاهميه وضروره العلاقات بين البحرين والولايات المتحده القائمه على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق منذ عقود عده. واننا نسعى لتعزيز هذا التعاون الذي يخدم المصالح المشتركه بين البلدين والشعبين الصديقين وتوسيع دائره التعاون والشراكه الاستراتيجيه بين البلدين. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وقائد القياده المركزيه الامريكيه مجمل الاوضاع والظروف الراهنه في المنطقه والجهود المبذوله لتعزيز الامن والاستقرار فيها مؤكدا سموه اهميه ان يسود الاستقرار المنطقه والعالم. من خلال عمل جماعي يوفر اسباب كل التقدم للمنطقه والعالم من جانبه اشاد قائد القوات البحريه الامريكيه في القياده المركزيه بما توليه حكومه مملكه البحرين برئاسه سموه من اهتمام بكل ما يعزز من مجالات التعاون بين البلدين وقال ان ما وجده من تعاون من قبل مملكه البحرين كان له الاثر الايجابي والكبير في تسهيل مهمته وأن ما يربط الولايات المتحدة والبحرين هي علاقة خاصة ومتميزة